كتاب التربية الإسلامية للصف السادس الجزء الأول الدرس العاشر العنوان الرئيسي السنة النبوية الشريفة من صفحة 38 إلى صفحة 42. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه رضي الله عنهم بما ينفعهم ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، فهو المبعوث رحمة للعالمين، وقد جاءت السنة النبوية مبينة للقرآن الكريم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. سورة النحل الآية 44. فما هي السنة النبوية الشريفة؟ ما أقسامها؟ وما الفرق بينها وبين القرآن الكريم؟ أولاً، تعريف السنة النبوية هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية. ثانياً، أقسام السنة النبوية: هناك مربع كبير يوجد بداخله أقسام السنة النبوية الشريفة. هذا المربع ينقسم إلى 4 تفرعات: الفرع الأول قولية، الثاني فعلية، الثالث تقريرية، والرابع صفة خلقية. أولاً القولية: كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى صحابته الكرام ويعلمهم الخير، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما الثانية هي فعلية: كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يؤدي العبادات أمام الصحابة الكرام ليعلمهم أمور دينهم، فيؤدي الصلاة ويقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري في صحيحه. ويؤدي مناسك الحج أمامهم ويقول: لتأخذوا مناسككم. رواه مسلم في صحيحه. أستخرج من الحديثين الشريفين السابقين مثالين على سنة قولية واذكرهما. رقم 3 تقريرية: كان الصحابة الكرام يؤدون بعض الأعمال فيخبرونه، فإذا كانت صحيحة أقرهم عليها، وإذا كانت غير صحيحة لا يقرهم عليها، كقصة الصحابة الذين نزلوا أرضا فيها رجل ملدوغ، فقرأ أحدهم عليه الفاتحة فبرأ، فلما عادوا إلى المدينة المنورة أخبروا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما جرى معهم، فقال لمن قرأ: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لهم: قد أصبتم. متفق عليه. أما الرابع هو الصفة الخلقية: مدح الله تعالى أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، من سورة القلم الآية 4. ونقل لنا الصحابة رضي الله عنهم أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنقتدي به. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس. متفق عليه. ثالثا خصائص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أولا خصائص القرآن الكريم: للقرآن الكريم خصائص عدة، منها: ألف، القرآن الكريم بلفظه ومعناه وحي من الله عز وجل. ب، قراءة القرآن الكريم عبادة يثاب عليها المسلم، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة القرآن الكريم. جيم، القرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر. أتعلم: التواتر هو ما نقله جمع كثير من الصحابة الكرام ثم نقله جمع عن جمع لا يمكن اتفاقهم على الكذب حتى وصل إلينا. أما ثانيا هي خصائص السنة النبوية: للسنة النبوية خصائص عدة، منها: ألف، السنة النبوية
لفظها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها وحي من الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم الآيتان 3 و4. أما باء فالسنة النبوية لا يتعبد بقراءتها ولا تصح الصلاة بها، وإنما يتعبد بفهمها والعمل بها. جيم السنة النبوية الشريفة فيها المتواتر ومنها غير المتواتر. رابعا سند الحديث النبوي الشريف ومتنه. للحديث النبوي الشريف سند ومتن، فالسند هو مجموعة الرواة الذين تتابعوا على نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمتن هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. أقرأ وأستخرج. أقرأ الحديث النبوي الشريف الآتي ثم أستخرج سند الحديث ومتنه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري في صحيحه. الفذ يعني الفرد. أختبر معلوماتي. أولاً أبين معنى المصطلحات الآتية: السنة النبوية الشريفة، السند، المتن. 2 أمثل بمثال واحد على كل مما يأتي: ألف السنة القولية، باء السنة الفعلية. 3 أضع كلمة صحيح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. ألف قراءة القرآن الكريم عبادة يثاب عليها المؤمن. باء لفظ السنة النبوية الشريفة من الله تعالى. جيم التعبد بالسنة النبوية الشريفة يكون بفهمها والعمل بها. دال بعض القرآن الكريم متواتر وبعضه غير متواتر. 4 أختار نوع السنة النبوية: قولية، تقريرية، فعلية، صفة خلقية لكل مما يأتي. ألف إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على قراءة سورة الفاتحة على المندوب. باء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جيم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. 5 أقارن بين خصائص القرآن الكريم والسنة النبوية من حيث اللفظ والمعنى والتعبد بقراءتها وتواتر كل منها. الجدول يتضمن 3 أعمدة: العمود الأول وجه المقارنة، العمود الثاني خصائص القرآن الكريم، والعمود الثالث خصائص السنة النبوية. العمود الأول وجه المقارنة: في السطر الأول اللفظ والمعنى، السطر الثاني التعبد بقراءتها، والسطر الثالث التواتر.